متابعينا الكرام مباشرة قبل نهاية المقابلة ومع تسجيل الهدف الثاني لغينيا ضد الكوت ديفوار. زعما الكوت ديفوار فكله يعني خرج كما كنقولوا بالدارجة ديالنا ساخطة، كل شيء خرج بهذا الأثناء. ونسى المتابعة ديال اللقاء اللي كيجمع ما بين الكوت ديفوار وغينيا. كيف هادشي كل متابعينا الكرام، جماهير الكوت ديفوار غير راضيه تماما على هاد النتيجه هادي اللي كتبقى نتيجه ديال الهزيمه امام يعني منتخب اللي نقدروا نقولوا متواضع، خصوصا وان الكوت ديفوار هي صاحبه الارض وهي المضيفه وهي صاحبه يعني المستضيفه في هاد كندا. اذا من امام المنطقه المخصصه لتشجيع يا جماعة الكوت ديفوار غاضبة. جماعة الكوت ديفوار غاضبة تماما، يعني هما غادروا المنطقة المخصصة للتشجيع قبل النهاية ديال اللقاء. زعما الكوت ديفوار كيف ما قلنا متابعينا الكرام اللي كانت تتابع مقابله ديال الفريق ديالها غينيا الاستوائيه اللي يعني في هذه اللحظات متوفر وقع على الكوت ديفوار بجوج ديال الاهداف للا شيء، يعني للاسف كنا كنتمناو يعني الاستمرار ديال جماهير الكوت ديفوار متابعينا الكرام اللي غاضبة يعني لحظات تقريبا خاش 10 ديال الدقائق على نهاية المقابلة. بدا المباشرة بعد نهاية ديال اللقاء، شوارع الكوت ديفوار تقريبا وقفات تماما على وقفات حركة السير. هنا تدخل ديال العناصر ديال الامن للاسف. اخويا زوير راه ماشي بالسهل انهم يخسروا يتقصاو من الدور الاول، خصوصا انهم يعني هم صح يعني اصحاب الارض كي كنقولوا بطوله منظمه في الاراضي ديالهم، فكانوا يمنيون النفس، كانوا كيتمناو انهم يوصلوا للنهائي ولا على الاقل نصف النهائي. لأن هذه الأجواء متابعينا الكرام مباشرة ولا لحظات قبل إلي با بيان جوي كو ديفوار مون أمي وا سانسيغ ما دي نو سوم سيغ مون ديكوراجي إي سي بلو لي مو مي مانك وزا بلاكي لا نيفو مون مايو ميم إي سي أوني تو تخيس بوغ لا كو ديفوار مايو 59 000 كوم سا سي بون شانس ماروك ميرسي سي بور سا On a voulu pour gagner le Côte d'Ivoire, mais c'est dommage. C'est dommage. Dommage, on va se rattraper peut-être une prochaine année, mais en tout cas, cette année, nous sommes. C'est vraiment découragé. Bon courage. Merci beaucoup, mon frère.
يعني كيف ما شفتوا معنا هذا المشجع الكوديفواري واللي كغاضب غاضب غاضب وقال بانه بخدا يعني هذا المايو ولا التوني ديال الكوديفوار ب 10000 يعني الريال ديالهم هما باش من اجل تشجيع الكوديفوار. ولكن للاسف انتم كتشوفوا الكوديفوار خسرات، فقال بالحرف انه يعني من الان فصاعدا فهو مشجع للمنتخب الوطني المغربي. متابعينا الكرام، اذن متابعينا الكرام نخش معكم هذا المباشر من امام منطقة المخصصة للتشجيع اللي بها شاشات عملاقة دارو السلطات ديال كوديفوار مدينة سان بيدرو من اجل باش يكون يعني واحد الاحتفال وبزاف ديال الامور. وين للاسف فالكوديفوار ما توفقاتش وكانت الخسارة ديالها. اذا متابعينا الكرام اخش معكم هذا المباشر، ارجع معكم ان شاء الله في مباشر اخر. الى ذلك الحين الى اللقاء.